يعني أنا كنت أتمنى إنه الأخ محمد يواصل الحقيقة، لأن هذا الموضوع طويل وايد ومتشعب، فكل ما نستطيع أن نقص منه أو نختصره يكون أفضل للوقت. وأنا الحقيقة اللي بحاول يعني أسويه، فإذا كان شوي في تطويل فيعني كثر ما بقدر بختصر. يعني أنا حضر لهذا الموضوع خلال 3-4 أيام اللي طافوا، قريت يمكن حوالي 7 كتب، بعضهم كنت قاريهم قبل ورجعت أقراهم من جديد أساس تعرف تفاصيل المعلومات اللي صارت. الحقيقة الحديث عن استقلال البحرين في 14 أغسطس 1971 يرتبط بالعلاقة بين البحرين وبريطانيا من جهة، ودول الخليج من جهة ثانية، وإيران من جهة ثالثة. تطور هاي العلاقة بمراحلها السلبية والإيجابية هي التي أدت أو مكنت البحرين من إعلان استقلالها. ولهذا السبب في الواقع من المهم البدء باستعراض أهم ما جاء في بيان الاستقلال الذي ألقاه سمو الشيخ خليفة بن سلمان، ذاك الوقت كان هو رئيس مجلس الدولة، في الساعة 1:15 من ظهر يوم 14 أغسطس 1971، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية إنهاء العلاقات التعاهدية مع بريطانيا، المعاهدة التعاهدية التي وقعت في يوم 13 مايو من عام 1861 من قبل حاكم البحرين في ذاك الوقت الشيخ محمد بن خليفة الخليفة، والتي جاءت في إطار التزام بريطانيا بحماية مستعمراتها في شبه القارة الهندية من أطماع أعدائها. وفي ذاك الوقت كانت الأعداء يعني حدث ولا حرج، يعني الأعداء اللي كانوا يبون البحرين حدث ولا حرج. بيان الاستقلال الذي تلاه سمو الشيخ خليفة في ذلك الوقت ركز على تطورات العلاقة مع اتحاد إمارات الخليج، يعني هو بيان استقلال لكن معظمه ركز على العلاقة مع اتحاد إمارات الخليج، والذي أدى ذاك الاتحاد فشل قيامه إلى إعلان البحرين استقلالها، ومن ثم تبعتها قطر بعد كم من يوم في 1 سبتمبر، ومن ثم دولة الإمارات العربية المتحدة. الحقيقة يعني نتيجة لهذا الارتباط والتركيز بيان الاستقلال على موضوع العلاقة مع الاتحاد وتطورات العلاقة مع الاتحاد، وهي التطورات اللي صارت في أثناء اجتماعات الحكام في خلال 3 سنوات اللي بدأت من 68 و69 و70. هذه الحقيقة 3 سنوات اللي صارت فيه الاجتماعات، ومن ثم فشل الاتحاد. البحرين كانت وايد متأثرة منها من ناحيتين، من ناحية انه كان تعتقد انه بيكون لها مكانة ودور فيها، والناحية الثانية ان البحرين كانت تؤيد انه يكون في اتحاد، وتعتقد انه هذه الدول الصغيرة ما لها قيمة الا لما تكون مجتمعة مع بعضها البعض. لهالسبب في الواقع يعني البيان طويل، لكن أنا يعني بحاول أقرأ بسرعة طبعاً، أو أقرأ الجزء الأكبر منه، مو كله 100%. في هذه البيان الاتحاد يقول أن البحرين الدولة العربية المسلمة التي تؤمن بالوحدة العربية كضرورة قومية ملحة يفرضها عليها التاريخ والدين واللغة والثقافة والمصير المشترك، قد عملت بجد وإخلاص وسعت جاهدة
في سبيل تحقيق قيام اتحاد الإمارات العربية على الثلاث سنوات الماضية، وذلك منذ أن اشتركت حكومة البحرين مع جارتها الإمارات العربية في التوقيع على اتفاقية مشروع. طبعا لما تحكي هني لما تقول جارتها الإمارات العربية ما تقصد دولة الإمارات، إنما تقصد الدول الإمارات الثمان اللي كانوا معها في هذه، هي ويا قطر ويا السبع إمارات مال دولة الإمارات، في التوقيع على اتفاقية مشروع اتحاد الإمارات العربية الموقعة في إمارة دبي في 27 فبراير سنة 68. وبدافع من إيماننا المطلق بضرورة قيام هذا الاتحاد للإمارات العربية واستكمال شكله الدستوري الصحيح التابع من صميم تطلعات وأمال شعب هذه المنطقة، ورغبة منا في أن تشاد ركائز هذا الاتحاد المطلوب على أسس ومبادئ متينة وقوية تكفل له البقاء والتطور، ولشعب المنطقة الكرامة والرفاهية والتقدم، فإن حكومتنا قد ركزت في محادثاتها الطويلة على مبادئ أساسية نادت بها في كل اجتماع أو مؤتمر حضرته خلال السنوات الماضية. هذه الحقيقة المبادئ الأساسية اللي هي اللي عقب نتكلم عنها، ولكن هي اللي أدت إلى أن ما يصير اتفاق داخل الاتحاد ويفشل. يعني البحرين حاولت يمكن في ذاك الوقت تتقدم وايد على المرحلة اللي كان فيها الاتحاد. وهذه المبادئ الأساسية التي تؤمن بها البحرين تتلخص في ضرورة وضع دستور حديث يقوم على مبدأ فصل السلطات وتوزيع الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية، ويوفر للمواطنين الحقوق والحريات السياسية والمدنية، ويكفل قيام حكومة مركزية للاتحاد تملك سلطات واسعة في إدارة وتسيير مختلف شؤون حكومة الاتحاد على الصعيدين الدولي والداخلي، بما يضمن تطور وتقدم ورفاهية شعب الاتحاد بمختلف أراضيه ودون تمييز أو تفريق بين المواطنين. إن جهودنا في وضع هذه المبادئ الأساسية بصلب مشروع الدستور لم توفق، كما أن الاجتماعين الأخيرين الذين عقد لنواب الحكام في 13 يونيو و24 أكتوبر عام 70 لم يسفر عن نتائج إيجابية. أحاول أقفز شوي. إن هذه المقترحات اللي قدمت البحرين يعني كانت تمثل أقل من الحد الأدنى للمبادئ الأساسية التي عرضتها البحرين، وفي شهر أبريل الماضي وجهت إلينا مقترحات أخرى معدلة للمقترحات السابقة، وذلك نظراً لوجود هذه من اللي قدمها الوساطة السعودية الكويتية. والملاحظات على المقترحات الأولى من قبل الإمارات الشقيقة الأخرى، وحينما قدم إلينا وفد الوساطة السعودي الكويتي الجديد برئاسة كل من كذا، لم نبدي أي اعتراضات بالرغم من أنها كانت أقل مما كنا نطالب به. وعلى ضوء هذا القرار التاريخي أي بعد يتكلم أن في 11 مايو سنة 70 الذي صدر القرار التاريخي بأن البحرين دولة مستقلة بعد أن تدخل ممثل الأمين العام المتحدة، يقول: وعلى ضوء هذا القرار التاريخي للمنظمة الدولية الذي يجسد رغبات شعب البحرين الوطنية، هاي طبعا كانت نقلة كبيرة في الموضوع، ونظرا لأن تلك المساعي المشكورة لوفد الوساطة السعودي الكويتي لم تؤدي فعلا إلى قيام الاتحاد المنشود، وحيث أننا بدافع برغبات وتطلعات شعبنا التي تنسجم مع المصلحة القومية العليا لشعوب دول وإمارات هذه المنطقة الحيوية، من حيث تطلعها جميعا للمحافظة على أمن واستقرار وتطور المنطقة، فعليه من أجل هذا كله وبعد المشاورات الأخوية والودية التي أجريناها مع شقيقاتنا وجاراتنا الكبرى في الخليج، قررنا أن نعلن في هذا اليوم عزم حكومتنا على اتخاذ الخطوات التالية. طبعا واحدة إنهاء جميع المعاهدات والاتفاقات السياسية والعسكرية التي تنظم علاقات التحالف الخاصة بين حكومة البحرين والحكومة البريطانية، وعليه فقد بوشر فعلا في الانسحاب العسكري البريطاني من البحرين،
النقطة الثانية، البحرين الدولة المستقلة هي صاحبة السيادة المطلقة وأن على أراضيها، وأن حكومتها وأن لحكومتها دون قيرها حق تصريف شؤونها الخارجية وتنظيم علاقاتها الدولية، وبعدين التقدم للأمم المتحدة والجامعة العربية. آخر شيء الحقيقة يختم البيان، هي نقطة أخيرة، وانطلاقا من الإيمان بهذا المبدأ لمبدأ الاتحاد، فإن البحرين حكومة وشعبا تفتح ذراعيها لتبني فكرة أي اتحاد جديد للإمارات. مع فشل الاتحاد الأولي فإحنا نفتح ذراعينا لتقبل أي اتحاد جديد يقوم على قدميه ويترعى وعليه، فإن إعلان حكومة البحرين عن استقلالها التام بموجب هذا البيان سوف لن يؤثر بأي حال على استعدادها دوما إلى الانضمام إلى اتحاد الإمارات العربية أو أي اتحاد جديد حالما تدعى إليه في المستقبل. هذه الحقيقة بعد ما انتهت، بعد ما استقلت البحرين أيضا طلعوا بيان آخر يؤكد على دعوة إلى اتحاد من نوع جديد غير هذا الاتحاد. هذا الحقيقة البيان ليش أنا قريت الحقيقة؟ لأن مثل ما قلت التطورات القادمة اللي بنتكلم عنها بتبين ليش الحكومة ركزت على موضوع الاتحاد في بيان الاستقلال، وكان مفروض بس تتكلم عن إنهاء العلاقات التعاهدية وموضوع الاستقلال وتتكلم عن الاتحاد لأن شيء انتهى. والحقيقة أنه بنشوف إحنا أنه البحرين أثناء مناقشات الحكام في 3 سنوات يعني عانت معاناة شديدة. للعودة للتاريخ الآن، نجد أن البحرين من ضمن إمارات الخليج وقعت تحت السيطرة البريطانية ووقعت عدة معاهدات تعطي بريطانيا الحماية الخارجية، لكنها أي بريطانيا سرعان ما كانت تتدخل في الشؤون الداخلية، وذلك من خلال وجود المقيم السياسي في بوشهر ثم الهند والبحرين والوكلاء السياسيين في أكثر من إمارة، وكان تدخلها خارجيا وداخليا يأتي دائما من أجل المحافظة على الوضع الراهن، لكنه كان قويا لمحاربة القرصنة وتجارة العبيد. هاي النقطتين تدرون أنه كانوا أساسيين في هذا الوقت، كانت كل إمارات الخليج تمارس القرصنة وتمارس تجارة العبيد، وكانت هذه تدر عليهم دخل كبير، بالإضافة إلى التهريب طبعا. وكانت بريطانيا تحارب الثنتين يعني القرصنة وتحارب تجارة العبيد، لأن القرصنة كانت كل التجارة اللي كانت تجي من أوروبا إلى الهند والعكس كانت كلها تتعرض إلى القرصنة في وسط البحر وتسرق، فما كان في نوع من الأمان يعني. الجدير بالذكر أن معاهدة 1861 والتي احتفلت البحرين بإنهائها في 1971 قد جاء وقتها بعد أن هدد السعوديون بغزو البحرين. في ذاك الوقت في 1861 البحرين تعرضت إلى الكثير من التهديدات، واحدة أن السعوديين كانوا يهددون بغزو البحرين، كانوا يعتقدون أن البحرين جزء من السعودية ولازم تنضم أو تعاد ضمها إلى السعودية. طالبت بالبحرين أيضا كل من تركيا، تركيا أيضا كانت تعتقد بأن البحرين تابع لها، وذاك الوقت تركيا كان عندها مكتب تمثيلي في الدوحة. وإيران طبعا معروف مطالبات القديمة والمتجددة بالبحرين، هذه واحدة أساسية بالنسبة للمطالبة بالبحرين. وأيضا كان هناك دائما اندلاع الحرب بين شيوخ قطر وبين شيوخ البحرين بشكل دائما، كل دولة تبي تحتل الدولة الثانية بين قطر والبحرين. هذه الحقيقة الضغوطات اللي كانت على البحرين في ذاك الوقت، اعتبرت بريطانيا أن تعطل السلام في منطقة الخليج. في خضم هذه الأوضاع المضطربة أقدمت الحكومة البريطانية على الاعتراف رسميا باستقلال البحرين في ذاك الوقت 1861، ووعدت شيخها
الا هو ذاك الشيخ محمد بن خليفه، بالتعاون معه والوقوف الى جانبه اذا واجه اعتداء خارجيا. لاحظوا بريطانيا دائما تركز على الاعتداء الخارجي، وفي مقابل ذلك وعد شيخ البحرين بالامتناع عن الحرب في البحر كما وعد بانهاء القرصنه وتجاره الرقيق. وهذه اللي كانت بريطانيا تبغيه. قبلها قبل هذه طبعا كانت هناك معاهده على مستوى امارات الخليج مع كل امارات الخليج في عام 1853، بعد ذلك هناك معاهده بعد المعاهده الثانيه في 1892. لكن معاهدة 1861 هي مع البحرين وحدها، وهي تدل على مدى التهديدات التي كانت تواجه البحرين في القرنين السابع والثامن عشر. لهذا السبب البحرين تمسكت فيها لما أعلنت استقلالها. ننتقل الآن إلى طبيعة العلاقة بين البحرين وبريطانيا. فحسب المعروف رسميا أن هذه العلاقة تقوم على حماية البحرين من أي اعتداء خارجي. يعني بريطانيا ما تقول إحنا مستعمرين البحرين أبدا، تقول إحنا نقدم حماية للبحرين خارجيا ولا نتدخل في الشؤون الداخلية، على حماية البحرين من أي اعتداء خارجي، وهو ما يعني أيضا حماية مصالح بريطانيا السياسية والتجارية من تدخل واستحواذ الدول الأخرى. وقد انطبق ذلك بوضوح عند عقد اتفاقات الاستثمارات النفطية. الاستثمارات النفطية طبعا تعتبر بريطانيا أنه هذه علاقات خارجية، أن أنت بتعقدها مع شركات خارجية أو مع دول خارجية، ولذلك لازم تكون من خلال بريطانيا ومن خلال موافقة بريطانيا. وهذا بعد حدث بالنسبة للبحرين لما جاءت تنقب على النفط، عقدت أول اتفاقات سنة 25 مع الشركات التنقيب، وبعدين وكانت بريطانية، وبعدين تحولت إلى الشركات الأمريكية سنة 31، وصارت من خلال أنهم راحوا سووا الشركة اللي في كندا، وبعدين تحولت إلى نيويورك، عملوا عملية التفاف لأنه ما كانوا يبون يعطوا الأمريكان الامتيازات. يروي لنا التاريخ ايضا نقيض ذلك ووجود تدخلات بريطانيه داخليه، يعني مو كلها خارجيه، هناك تدخلات داخليه في جميع الامارات حقيقه، مو بس البحرين، البحرين جميع الامارات. فقد كان تعيين بلغريف مثلا بالنسبه للبحرين عنوان قوي على تدخل بريطانيا في الشؤون الداخليه للبحرين، وتجلى ذلك واضحا في عام 1938، في حركه 1938 تدخل بلغريف بشكل قوي مع أنه كان توه جديد، وهي سنة 26 وتدخل في 38 واستخدم أسلوب فرق تسد ذاك الوقت، وكانت الحركة 38 حركة وطنية مثل ما صارت بعدين في 56. فقام بلغريف دخل في الوسط وخذ الشيعة كلهم صوب واحد، خذ ممثلين الشيعة كلهم صوب واحد وعطاهم من الإغراءات والتمنيات، بسوي لكم بعطيكم بسوي لكم على اساس ينفصلون عن السنه ويقولون احنا ما نشغل فيكم. والحقيقه نجح في هذا الموضوع. الاسلوب البريطاني معروف انه عشان تقضي او على اي حركه وطنيه تقوم بعمليه اضعافها وتفتيتها ومن ثم ضربها، يعني ما تضربها بشكل مباشر بس اول تفتتها. وهذا الحقيقه اللي حدث في كل التاريخ، وكان الحقيقة يجب على كل المعارضة والجمعيات السياسية أن تستفيد من التاريخ هذه كلها. الحركات الإصلاحية في 38، يعني احنا نتحدث عن تدخلات بريطانيا، حركات إصلاحية في 38 الحقيقة مهم الوقوف عندها. هي حدثت في ثلاث دول أو إمارات ذاك الوقت، واحدة صارت في الكويت والثانية في البحرين والثالثة في دبي. لكن هذه الحركات لما واحد يرصد كل المطالب اللي قدمت والمجابهات اللي صارت بينها وبين السلطة في ذاك الوقت، يجد
أن المجابهات كلها كانت بين ممثلين الشعب وبين الحكام، ولم تطالب أي من هذه الحركات في هذه الأماكن أو الدول أو شو نسميها الإمارات، لم تطالب بخروج بريطانيا أو بالاستقلال بمعنى أن بريطانيا تطلع منها أبداً. كان دائماً الإصلاحات المعروفة ويمكن كلنا نتذكرها، وعلى رأس المجلس التشريعي كان مطلوب في الكويت، طولب بالمجلس التشريعي وطولب بمجلس الصحة ومجلس التعليم وإلى آخر الأشياء ذي اللي والعمال، تنظيم العمال، وهي الحقيقة تكرر في البحرين وتكرر في دبي أيضاً. الملاحظ في هالحركات الثلاث أن تبدأ دائماً بتزعم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في هذه الحركات. يعني مثلاً الكويت على سبيل المثال اللي تزعم الموضوع صار هو رئيس الحركة الوطنية في ذاك الوقت عبد الله السالم، عبد الله السالم اللي هو أبو الدستور الكويتي هو اللي صار عبد الله السالم، وكان ذاك الوقت هو يعتبر بيصير مثلاً يفترض يصير ولي عهد، أن بعد أحمد الجابر هو اللي يصير الحاكم، ولكن هو انضم إلى الحركة الوطنية وتبنى مطالبها الوطنية في هذاك الوقت الإصلاحية وعلى رأس المجلس التشريعي. وبعدين انتخب عبد الله السالم رئيس المجلس التشريعي لما استجابت الحكومة لضغوطات الحركة الوطنية، عبد الله السالم اختير رئيس المجلس التشريعي قبل عقب لا يختار حاكم وهو يسن دستور الكويت. في البحرين كان الشيخ سلمان بن حمد ذاك الوقت يفترض يكون هو ولي عهد لأبو حمد بن عيسى، ولكن اللي صار أنه كان في تخوف أن اللي يصير حاكم عقب حمد بن عيسى هو عبد الله بن عيسى، وكان ذاك الوقت يعتبر رجل البحرين القوي، فكان في تخوف، فقام الشيخ سلمان انضم إلى الحركة الوطنية في إلى فترة معينة. وبعدين طبعا اللي صار أن الشيخ سلمان صار هو الحاكم بعد أبوه، فصار بلقريف قوة بلقريف في عهد الشيخ سلمان اللي هو كان في الأول في الحركة الوطنية. أيضا في دبي الحقيقة تكررت نفس القصة لما يروا في آل مكتوم وفي عائلة ثانية وياهم في دبي، يعني ناس كانوا في بر دبي لما آل مكتوم، فكانوا ناس احكموا في ديرة، منطقة ديرة، هذين أيضا كانوا من العائلة الحاكمة موجودين، واحد منهم تزعم الموضوع وحارب أو تصارع ويا آل مكتوم لما في بر دبي في هذا، وظلوا مدة طويلة إلى أن طبعا سعيد بن مكتوم ذاك الوقت استخدم دهائه واستعان بالإنجليز واستطاعوا مثل ما قلت نفس الطريقة يفتفتون الحركة المتضامنة ومن ثم ينقضون عليها. فهذه حقيقة ظاهرة في ثلاث دول صارت موجودة، لكن أيضا الظاهرة الثالثة اللي في ثلاث دول أن كلهم مطالبهم شبه موحدة وكلهم كانوا يتفاوضون مع الإنجليز ولم يقولون حق الإنجليز أن تطلعوا من يعني حتى في وعقب لما نيح حق البحرين حقيقة بعد في أيام الهيئة في الخمسينات نجد أن الموضوع نفس الشيء، ما أدري إيش قد تتفقون وياه ولا لا، لكن أنا لما واحد يقرأ تاريخ الهيئة وبالتحديد يقرأ كتاب عبد الرحمن الباكر من البحرين إلى المنفى يجد أن أهمت أن عبد الرحمن الباكر كان يتفاوض مع الإنجليز، كان يتصل مع الإنجليز، كان وكان يقول لهم أن إحنا مو قصد أن تطلعوا من البحرين، إحنا نبغي إصلاحات، إحنا نبي مجلس تشريعي، إحنا نبي نسوي نقابات عمال إلى آخر المطالب اللي كلكم تعرفونها للهيئة. فلذلك الحركة الإصلاحية اللي عندنا
ما كانت تطالب. والإنجليز كانوا أحياناً يقولون لهم 38 أو في الخمسينات يقول لهم إحنا ما نتدخل، ساعات يقول إحنا ما نتدخل، هذه قضايا داخلية وإحنا علاقتنا خارجية، إحنا حماية خارجية، إحنا ما نتدخل في الداخل. وأحياناً يجون يتدخلون في هذا الموضوع. يعني أعتقد لما جاء وزير الخارجية البريطانية البحرين راحت الهيئة قدمت له مطالبها، وهو لما زار البحرين وهو مار على البحرين، وقام بعدين وزير الخارجية البريطانية أرسل ردودة على المطالب ذي وبشكل مطول، واطلعت الهيئة على المطالب وردت عليه بشكل أعنف من هذا الموضوع، بحيث أنه إحنا لا نوافق على هذه الردود اللي قالوها. يعني فإذا بريطانيا كانت تتدخل بشكل مباشر، واستعملت مثل ما قلت بريطانيا نفس الأسلوب ويا الهيئة في عمليات التفتيت. يعني مثلا عبد الرحمن الباقري يذكر أنه أنا لما قدموا المطالب وكان الشعب متراس كله في مع الهيئة، اللي حدث شنو؟ أن بلغريف مع الشيخ سلمان تفاهموا في هذاك الوقت وقالوا حق عبد الرحمن الباقر أنت ترك البحرين لمدة 6 أشهر. وقال لهم أنا ليش ترك البحرين لمدة 6 أشهر؟ ما في داعي أطلع. قالوا لا لا، إذا تبي مطالبك تتلبى كلها مطالب الهيئة إحنا نبي منك شيء واحد، تطلع من البحرين 6 أشهر، قول بروح أتعالج، قول أي شيء بس اطلع، وإحنا مستعدين ندفع لك اللي تبي بس تروح 6 أشهر عقب ترجع، وبعدين بتيجي بترجع بتلاقي إحنا مطالبك كلها لبيناها. فهو طبعا شك في الموضوع، ولكن عقب حسب ما يقول إنه تشاور مع الأعضاء الهيئة اللي وياه الثمانية و بعض الشخصيات الثانية، ووافق على الخروج وراح إلى لبنان، بدأ راح مصر، بدأ رجع لبنان، راح سوريا إلى آخر. في 6 أشهر ذي لما رجع إلى البحرين بعد 6 أشهر، فوجد أن الهيئة تفتتت، وجد أن الحكومة اشتغلت على الألاز، خذت قسم من الهيئة وبالذات قسم من الشيعة بالتحديد اللي في الهيئة، وخذتهم صوب واحد وشالوا يدهم، قالوا إحنا مو بياكم، وناس تخلوا وقالوا احنا ما نبي. يعني المهم انه اضعفت الهيئه، فحس عبد الرحمن الباكر انه فعلا الان سوف تبدا الضربه للهيئه، وبدات التطورات وفعلا ضربت الهيئه بهذا الاسلوب. يعني ما استفادوا ما من التجربه السابقه في 38. التطور الآخر الحقيقي على طريق استقلال البحرين هو إعلان حكومة حزب العمال البريطاني برئاسة هارد ويلسون في مجلس العموم في 16 يناير 1968 انسحاب بريطانيا من الخليج في نهاية 71. هذا تطور مفاجئ جدا، فهو أيضا يعني أعطى خطوة واسعة في سبيل أن البحرين توصل إلى الاستقلال. هذا طبعاً هالإعلان المفاجئ اللي أعلنته بريطانيا، هم طبعاً ذاك الوقت قالوا أنه الإعلان سويناه لأسباب اقتصادية، أنه إحنا يعني نجد أنه وجودنا مكلف هناك. بريطانيا طبعاً إعلانها قالت أنه إحنا بنطلع من الشواطئ الملتهبة إلى الجزر الدافئة، هاي اللي هم قالوا بنطلع من الشواطئ الملتهبة اللي هي في دول الخليج هذه، كل ساعة قلاقل ومشاكل وحركات، إلى الجزر الدافئة. والجزر الدافئة لا يعني أنهم بيروحون في جزر ثانية، هم اعتمدوا على أنه عندهم اسطول يتحرك في البحر، ما يوقف في جزر معين، يتمول إلى آخر، يتمون ويمشي عقب. يعني بمعنى انه ما عندهم قواعد في مكان معين، وهي بالنسبه لهم هم تكلفته افضل، في نفس الوقت هم مسيطرين على البحار، ولكن في نفس الوقت ما عندهم مكان معين يقعدون فيه.
فهم هذه اللي سموه انهم بيروحون الى الجزر الدافئه. هذه الحقيقه التحرك اللي هم سووه يعني له ارتباط وايد بعمليه استقلال الهند في سنه 47، لان تعرفون المنطقه كلها كانت تدار من الهند من قبل بريطانيا في الهند. فخروجهم من الهند خلاهم من سنه 47 الى 68 يدرون من خلال وزاره الخارجيه البريطانيه في لندن، فوجدوا انه ما يحتاجون حق هذا الموضوع ولا يستفيدون منه، فبامكانهم يكونون في البحر ويحققون نفس اهدافهم. هذه طبعا الانسحاب اللي اعلن عنه يعني ببساطه انتهاء الحمايه الخارجيه العسكريه والسياسيه عن امارات الخليج، اصبحت هذه الامارات مكشوفه من ناحيه السياسيه ومن ناحيه العسكريه. ليش مكشوفه؟ لان هذه الامارات كلها تعاني من عدد لا يحصى من التهديدات الخارجيه بالاجتياح والاحتلال. فلما اعلنت بريطانيا هذه اهتزت الامارات في كلها الموضوع. وذاك الوقت لما يعني نطالع الواقع نجد مثلا ان البحرين طبعا مهدده بالاحتلال والاجتياح الايراني، وإيران تعتبرها جزء منها. نجد أن البحرين عندها مشكلة ويا قطر، وقطر تهدد البحرين في هذاك الوقت. ونجد أن إيران تهدد الجزر الثلاث بالاحتلال، الجزر الإماراتية الثلاث بالاحتلال. ونجد أن أبو ظبي تهدد دبي بالاحتلال. ونجد أن رأس الخيمة بتحتل الشارجة وإلى آخر الموضوع. يعني كل دولة بتحتل الثانية، وكل إمارة بتحتل الثانية. فتركيا أيضا تهدد بالاحتلال، فأصبحت العملية مخبوصة. فالكل كان يعتمد على بريطانيا في حماية الخارجية، كل هذين سواء الإمارات أو دول. فلما تجي بريطانيا تنسحب هذا الانسحاب معناته أن خلتهم كلهم مكشوفين للاحتلال. وهذه شنو اللي صار على طول نتيجة لهذا المشكلة؟ نسيت أقول شيء بعد مهم كان، وهو تهديد السعودية باحتلال البريمي. والبريمي ذاك الوقت كان الجزء الأكبر منها في أبو ظبي والجزء الأقل في عمان. وكانت أبو ظبي تخاف خوف تماما من أنه في أي وقت السعودية التي تمتد وتحتل البريمي. احتلال البريمي كان معناته يروح العين، منطقة العين تروح وياها، لأن هي تقريبا عاصمة البريمي، تروح وياها في هذا الاحتلال. وكان الشيخ زايد أساسا مركزه في العين الأساسي، فكانت عملية مخيفة بالنسبة له. واللي حدث حقيقة أنه لما أعلنت بريطانيا كان أكثر واحد خاف هو الشيخ زايد في اللي صار. فالشيخ زايد يعني اتخذ خطوتين في الواقع. الخطوة الأولى هو أن سافر إلى بريطانيا وطلب من بريطانيا أن تؤجل الانسحاب باسم الإمارات، باسم الإمارات كلها يعني اللي معاه. طلب منهم أن تأجل الانسحاب بدل ما تطلع في 71 تطلع في 77، وقال لهم أن احنا خلال المدة ذي بيشكل لنا جيش اتحادي موحد بين كلنا، وانتم بتشتغلوا عندكم الاسلحه ومن غيركم، وانتم بتجيبوا للناس مدربين وبنجيب دول ثانيه تدربهم جنودنا. فاحنا نبي الى 77 بيكون عندنا امكانيه ان يكون عندنا جيش قوي. ذاك الوقت انتم تنسحبوا احنا بندافع عن نفسنا ضد اللي يهددوننا، وبالذات ذاك الوقت اكبر تهديد من السعوديه ومن ايران. وكان في تفاهم ذاك الوقت بين ايران والسعوديه تماما يعني على ان يتقاسمون النفوذ في منطقه الخليج. ما كان عندهم خلاف ولا صراع بين الدولتين مثل ما هو حادث اليوم. هذه الحقيقه اللي صار سوى خطوتين مثل ما قلت، من الشيخ زايد سافر بريطانيا. طبعا بريطانيا ما وافقت، قالوا لهم هاي قرار اتخذه البرلمان مجلس العموم، احنا ما نستطيع ناجله ولا يوم واحد. يمكن إذا صارت انتخابات
في سنة 70 ويا حزب المحافظين، فيمكن ذاك الوقت ما يرجعون في هذا القرار. وذاك الوقت قام زعيم حزب المحافظين وألقى خطاب وقال إن يعني إحنا إذا فزنا في الانتخابات سنة 70 بنقوم بنعيد النظر في موضوع الانسحاب. طبعا هذه الحقيقة فازوا في سنة 70 لكن ما حدث هذا الموضوع. القرار الثاني اللي اتخذه الشيخ زايد بسرعة هو إعلان اتحاد فيدرالي بين أبوظبي وبين دبي. أعلن اتحاد فيدرالي بين أبوظبي وبين دبي في هذه الحقيقة صار في 18 فبراير، يعني بعد إعلان بريطانيا في يناير على الانسحاب، في 18 فبراير أعلنت دبي وأبوظبي قيام اتحاد فيدرالي بينهم. واللي حدث أن الثنتين كانوا بينهم صراع احتلال بينهم من بعض، بين تغاضوا عن موضوع الصراع اللي بينهم وسووا اتحاد بينهم وعقدوا اتفاق دبي، ووجهوا من خلال اتفاق دبي واتفاقية دبي الدعوة إلى بقية الإمارات السبع بمعنى الخمس اللي وياهم وقطر والبحرين، وجهوا لهم الدعوة للانضمام إلى هذا الاتحاد. وحدث أن استجابوا حكام الخليج كلهم إلى هذه الدعوة. بعد 10 أيام من توجيه هذا الدعوة، أي في 27 فبراير 68 وقع، اجتمعوا في أبوظبي وقع حكام الإمارات التسع على اتفاق دبي وأعلنوا قيام اتحاد الإمارات العربية. شوف بهالسرعة خلال 10 أيام من الخوف اللي كان عندهم، الذي بدأ بتنفيذه بعد 3 أيام فقط. يعني هما في 27 اجتمعوا، في 30 بدأ تنفيذ الاتفاق، ومن ثم بدأت اجتماعات مؤتمرات الحكام المتواصلة اللي استمرت من 25 مايو 68 إلى 24 أكتوبر سنة 70، وهو المؤتمر الأخير الذي حضره نواب الحكام. الحكام ما حضروا، هذه آخر مؤتمر عقد في أبوظبي وأعلن الفشل. أدريبك أنا قايل لك من الأول العملية مطولة. طبعا أنا ما أبغى أدخل الحين في موضوع اجتماعات الحكام، مع أن فيه الكثير من الإثارات أشياء مثيرة جدا، لكن أنا ما أبغى أدخل فيه لأن احتراما للوقت ولدعوة الأخ محمد، وبدون الدخول في تفاصيل ما جرى في هذه الاجتماعات من اتفاقات وصراعات وفشل وانهيار، أود فقط الإشارة إلى أن تلك الاجتماعات كانت تهيمن عليها العلاقات والمصالح بين الإمارات الأعضاء وبين السعودية وإيران. أما بريطانيا فقد ظلت تدعم الاتحاد وتتمنى عدم فشله كما فشلت اتحادات سابقة دعت إليها. بريطانيا كان حظها وايد سيء، كل من تدعو الاتحاد يفشل، وآخرها كان اتحاد الجنوب العربي، كان آخر اتحاد فشل تحت رعاية بريطانيا. فإذا بريطانيا بذلت كل جهودها أن هذا الاتحاد بين الإمارات ما يفشل، ولكن الصراعات اللي كانت بين الإمارات مثل مساعة ما قلت، كل واحدة تبي تحتل الثانية. الأهم من هذه كلها أنه كلهم كانوا بالذات دبي وأبوظبي وقطر كانوا يخافون من إيران خوف تماما، مع أن إيران تهدد في أي وقت باحتلال الجزيرة الثلاث. مع ذلك لما دبي وأبوظبي ما كانوا مهتمين بالموضوع ولا الشارع ولا ذلك، بس كانوا واقفين أنه البحرين ما تطلع رأسه على أساس أنه إيران ما تزعل، فكانوا خايفين من هذا الموضوع. إيران طبعا وقفت حجر عثرة في سبيل قيام الاتحاد بوجود البحرين فيه. إيران وقفت أيضا متى بذل الاتحاد يقوم، لأن البحرين فيه، تقول لهم خلي البحرين تطلع يصير الاتحاد، إذا البحرين داخل الاتحاد ما يصير الاتحاد. فإيران كانت تخوفهم كلهم على هذا الموضوع.
إيران تقول لهم أيضا أن إحنا إذا أنتوا خليتوا البحرين وعطيتوها منصب وعطيتوها شيء أنا بحتل الجزر الثلاث. بصراحة كانت تقول لهم هذا الكلام، ما حد يتكلم في، كانوا يضغطون على البحرين لكن ما يدافعون عن الجزر مالتهم، إلى درجة أن عرض في وقت من الأوقات عرضت إيران تخليها عن البحرين مقابل احتلال جزيرة بوموسى. قالت لهم أعطوني جزيرة بوموسى بخلي لكم البحرين ما بيها، يعني كانت العملية مكشوفة يعني في غاية. أثناء مؤتمرات الحكام كانت البحرين مواقف مبدئية تتشدد حيالها تارة وتتخلى عنها في أوقات تالية حسب ما تجري رياح التهديدات، مثل التمثيل في المجلس الاتحادي. البحرين كان عندها مطالب تمثيل في المجلس الاتحادي على أساس عدد السكان، وهذه الحقيقة أكبر مشكلة أدت إلى أن الاتحاد ما يستير. تقول يعني لما يوبي عندنا إمارات تسع، فشلون إحنا نسوي مجلس اتحاد يعني مثل مجلس النواب يعني، فشلون نعين الأشخاص اللي فيه؟ طبعا قالوا أول شيء انتخاب، تالي قالوا لا ما نبي انتخاب، نسوي تعيين. قالوا زي شلون نعين؟ فالبحرين اقترحت قالت بالنسبة إلى عدد السكان. في ذاك الوقت كانت البحرين عدد سكانها 200,000، كل الإمارات البقايا الثمان عددهم 200,000، يعني البحرين كانت عددهم كلهم عدد كل البقايا. فلذلك رفضوا على طول مطلب، وبالذات الإمارات الصغيرة فجيرة وعجمان وغيرين، هاي بالذات بشكل شديد قالوا لا 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 ما نقبل هذا الموضوع، لأن ذاك الوقت ذلين كان عدد سكانهم 2,000-1,500 شخص في الحدود يعني. فرفضوا هذا الطلب وظل الموضوع يروح ويجي، لأن في الأخير وافقوا أنه كل دولة أربع يصيرون بالتساوي فيه. أنا بس بتقولكم بس مثل، في كثير من الخلافات كانت موجودة. كل ما فكرت البحرين، طبعا البحرين كل من صارت تعقبت تفكر أنه تترك الاتحاد، يقول ما في فائدة، كل من فكرت تطلع من الاتحاد وتروح صوب الاستقلال تستقل، مارست الدول عليه الضغط للبقاء في الاتحاد، وكانت هذه الدول طبعا لتضغط كلها، كلمة تروح البحرين تقول لهم شرايكم، تقول لها لا يعني في الاتحاد. طبعا كانت على رأس الكويت السعودية وبريطانيا وأمريكا الولايات المتحدة كانوا يضغطون على البحرين لتبقى في الاتحاد. البحرين تعاني من أنها كانت تعاني في الاتحاد أنها غير مقبولة داخل الاتحاد، خوفا من إيران، لأنهم كلهم يخافوا من إيران، ما يبون البحرين تبقى في الاتحاد، ودهم تطلع. بس الدول الثانية اللي من خارج الاتحاد تقول حق البحرين قاعدة داخل الاتحاد، فهي لا هي قادرة تعلن الاستقلال ولا هي قاعدة تبقى وتواصل عملية الاتحاد. الحقيقة تباشير الفرج عقب في مسألة البحرين أنه يعني يصير لها استقلال أو تتخلى إيران عنها، تباشير الشفاء جاء أن البحرين في سنة 69 بدأت مفاوضات سرية بينها وبين إيران، كانت بوساطة كويتية ومساعدة سعودية في هذا الموضوع وتدخل من بعيد من بريطانيا. هذه المفاوضات حقها أجريت على مدى سنة كاملة في سنة 69 في جنيف ولندن، كان بين جنيف وبين لندن بين إيران والبحرين مثل ما قلت. في هذه المفاوضات إيران تقدمت بثلاث حلول للمشكلة بينها وبين البحرين، كل الحلول اللي قدمتها إيران البحرين رفضتها. بعدها طبعا الكويت اقترحت إرسال مبعوث من الأمين العام المتحدة إلى البحرين ووافقت عليه البحرين. الحقيقة الثلاث حلول اللي قدمتها إيران بشكل عام بشكل سريع، واحد أنه يصير استفتاء في البحرين من أجل تشوف رأي شعب البحرين ايش يبون ينضمون لإيران أو يبون يستقلون، استفتاء وليس مندوبي يسألهم. فالبحرين رفضت الاستفتاء وقالت انه هذه ما نقبلها. العرض الثاني عرضت انه تعرض قضية البحرين
أمام محكمة العدل الدولية، وهذه أيضا رفضت البحرين. العرض الثالث هو رفع القضية أمام لجنة تصفية الاستعمار التابعة للمتحدة، وقالت البحرين أنا مو مستعمرة على أساس أنه أعرض على هذا الشيء. كل اللي رفضت ثلاث حلول قدمتها رفضت البحرين لأن اعتبرت مساسا بعروبتها وانتقاصا من سيادتها، ولكن قبلت الاقتراح الكويتي اللي هو مجيء مندوب الأمين العام. وحدث طبعا الحقيقة في أثناء في عام 1969 في هذا الأثناء قام شاه إيران بزيارة إلى السعودية وزيارة إلى الكويت، وبعدها رجع منها، وفي أثناء عقبها فترة بسيطة قام بزيارة إلى الهند إلى نيودلهي. في أثناء زيارة لنيودلهي أعلن أن قضية البحرين لن تكون باستخدام القوة ولكن سوف تكون بالاستفتاء، هذه قالها في هذاك الوقت. ما حد علق الحقيقة على كلامه، ولكن البحرين ذاك الوقت تنفست الصعداء أنه أثناء إيران الآن ما تستخدم القوة، وقالت حق إمارات الخليج أثناء الموضوع بينحل سلميا، لكن ما أطلعتهم على المفاوضات السرية اللي صايرة بينهم. لما حصلت البحرين على الضوء الأخضر من بريطانيا والسعودية والكويت وأمريكا بادرت إلى إعلان الاستقلال. ليش الضوء الأخضر؟ لأن مثل ما قلت هاي الدول كانت تقول لها واصلوا في الاتحاد واصلوا في الاتحاد، ليه حد الاتحاد وصل إلى نهايته؟ وبريطانيا ذاك الوقت بعثت مندوب منها من وزارة الخارجية وظل يقوم بوساطة ويحاول أن يوفق بين دول بين الإمارات بينها على أساس أن يقوم الاتحاد. ولما فشلت بريطانيا في هذا الموضوع قالت أن البحرين أحنا من حقها تطلع وتستقل تعلن استقلالها، وهذه الحقيقة الضوء الأخضر اللي حصلت عليه وأعلنت البحرين استقلاله. ولذلك البيان اللي أنا قريته من شوية كان يقول ليش ركز على الاتحاد، لأنه هو الأساس في الموضوع. بعد إعلان استقلال البحرين قطر في سبتمبر على طول بعد كم من يوم أعلنت استقلاله وانتهى الموضوع على هذا الأساس. شكرا جزيلا أخي محمد، ما بدي دقيقتين مالتك. شكرا جزيلا.